كبشرى وعن القادم يعني من 2027-2030 ماذا ينتظر الجزائر؟ والله شوف يعني اقتصاديا في كثير من المرات نقول باللي إذا كان استطعنا في ظرف وجيز أننا نرسي الاستقرار المؤسسات البناء المؤسساتي وما ترتب عنه من استقرار المؤسساتي في الجانب السياسي فهذا أمر في يعني مقدور عليه في الزمن، لأن في ظرف سنة إلى سنتين تستطيع تنظم انتخاب استفتاء الدستور انتخابات تعيد بناء الإطار المؤسساتي. أما الجوانب الاقتصادية والمجتمعية فتطلب وقت الوقت. نحن كاقتصاديين دائما نفرق ما بين ما هو مدى قصير استعجالي وآلية استعجالية وما هو المدى الطويل، وعادة الإصلاحات الاقتصادية تستجيب بعد المدى المتوسط إلى الطويل. ولهذا السيد رئيس الجمهورية قال يعني انتظروا الاقتصاد الجزائري بعد 2027 إن شاء الله. لأن العمل الكبير أنجز، الإصلاحات الكبرى في الجانب الاقتصادي في جانبها التشريعي وتهيئة بيئة استثمار واستقرار القوانين وإصلاح المنظومة القانونية في الاقتصادية، فهذا العمل أنجز. إطلاق المشاريع العملاقة والاستراتيجية المهيكلة، نتكلم على غار جبيلة، نتكلم على منجم الفوسفات، منجم الزنك، الطريق العابر للصحراء وغيرها من المشاريع التي هي أطلقت وسيتم إطلاق مشاريع أخرى، الشراكات الاستراتيجية مع في مجال الطاقة وتطوير قدراتنا في الطاقة وغيرها، فكل هذه المشاريع نبدأ نجني ثمارها ابتداء من السنة القادمة السنة اللي بعدها حتى بعد سنة 2027. لماذا؟ لأن في ظرف 3 سنوات تبدأ النتائج تظهر، وهذا هو المدى المتوسط إلى المدى الطويل أين تبدأ أي طفرة أو أي نهضة اقتصادية نجني ثمارها، بالإضافة لاستكمال عصرنا في الاقتصاد الجزائري وتعميم الرقمنة واستكمال مشروع الرقمنة. فكل هذه العوامل المجتمعة تجعلنا كاقتصاديين نقول بأن في آفاق 2027 وبالتراكمية اللي حصلنا عليها من 2020 إلى السنة الحالية ومن خلال تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية وتعهداته 54، نأمل بأننا استكمال هذا المسير، المسار تاع بناء الجزائر الجديدة واستكمال مسار الإصلاحات وتعميقها أكثر، هو الذي سنجني ثماره في 2027 وهو الذي نتطلع إليه بل برؤية اقتصادية وكأننا نراها رأي العين، أن الجزائر ستكون قوة اقتصادية ناشئة ابتداء من 2027 وستبقى الجزائر دائما حاضرة في ساحة الكبار. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.